نشرت الكثير من المصادر الاستخباراتية والإعلامية تقارير مهمة تسلط الضوء على خطوة وخطورة الدور الذي تلعبه الميليشيا المدعومة إيرانيا في المنطقة، محذرة من الدور الهدام الذي تلعبه إيران في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها هذه الأزمة في الفترة الماضية. وتؤكد مصادر استخباراتية أن الميليشيا الإيرانية تتلقى التدريب في سوريا على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة دمشق بصورة منتظمة منذ دخولها إلى البلاد لإنقاذ نظام الأسد عام 2012. وارتفع عدد الميليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا، حيث تقدر تقارير إعلامية عددهم بحوالي 90,000 مقاتل جندتهم إيران وتدربهم في سوريا وينقسمون إلى عدة كتائب وألوية. وتسلط هذه التطورات الضوء على المخطط الذي يسعى النظام الإيراني لتنفيذه في الشرق الأوسط عبر ضرب الدولة الوطنية وتعزيز الخلافات الطائفية وزرع الميليشيا الإرهابية لتحقيق النفوذ.